بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد رشايدي من شركة فاخوري. إحنا صارنا فترة طويلة نتعامل مع الدكتور أسعد واللي هو غني عن التعريف طبعا بجراحة المفاصل والكسور المعقدة والتنظير. بدي أحكي شغلة إنه الناس تفكر إنه هالعملية إنه بفوت الطبيب بيعمل هالعملية وبطلع. أنا واحد من الناس اللي كنت أسهر مع الدكتور أسعد وأروح عليه العيادة أشوفه سهران قبل العملية بيوم. بسهر على المريض، بسهر على صور المريض وبتابع كل الصور من ضليل مغناطيسي، من صور إشعاعية عادية، من أي تصوير ثاني حتى تكتمل الفكرة عنده ويركب للمريض أفضل حتى يكون عنده أفضل نتائج بعد العملية، أفضل إشي ممكن يركبه. ودكتور أسعد على مستوى الحمد لله رب العالمين خلقا وأخلاقا وعلما وعلى مستوى الوطن العربي.